الصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم هو الاستحسان كمصدر من مصادر التشريع. المصادر الأولى القرآن والسنة والإجماع، قلنا أن هناك اتفاق عليها. ما بعد ذلك لم يكن هناك اتفاق على اعتبار أو اعتماد هذه المصادر. فالقياس قلنا من الذي اعتمده ومن الذي لم يعتمده، والمصلحة المرسلة اللي حكيناها الأسبوع الماضي، واليوم الاستحسان. نعرف الاستحسان هو عد الشيء حسنا، ويطلق على كل ما تميل إليه النفس ويستهويه الإنسان، حسيا كان أو معنويا. يعني احنا في الحياة العامة بنستحسن أشياء، نستقبح عكس الاستحسان أشياء. فالاستحساني أنا واستقباحي أنا بالضرورة يعتبر دليل شرعي أن ما استحسنه الإنسان أصبح مباحا، أو ما استقبحه الإنسان أصبح محرما. هذا ما سنتبادل أطراف الحديث حوله إن شاء الله تعالى. طبعا ليس بهذه الاختزالية، ولكن هي تقوم على هذه الفكرة. واضح إن شاء الله. سنأتي إلى الأمثلة بعد التعريف. تفضل. هل الحديث استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون يأتي من ضمن هذا؟ لا لا لا، هذا استفتي قلبك ولو أفتاك الناس في القضايا التي لا يعرف تأويلها إلا أنت. يعني تيجي تقول لا إمام، والله أنا طلعت اليوم من البيت ومش عارف أنا متوضي ولا مش متوضي، يعني كيف بدي أجاوبك؟ فاستفتي قلبك أنت، رجح. هل عادتك أنت عادتك تخرج متوضئ؟ فبتغلب. إذا كان أغلب الظن أني متوضئ تبني على أغلب الظن، والله لا أنا مش عادتي، وهكذا. فهذا معنى استفتي قلبك. ما حدا بيقدر يجاوبك على القضايا التي لا يعرف معناها إلا أنت. واحد والله قال لزوجته كلام يفهم منه أنه طلاق، بس هو مش قاصد. بدي يجي يسألني أنا، شو دخلني أنا في الموضوع؟ أنت شو قصدت؟ فهذا معنى، على هذا يحمل معنى الحديث، وليس على موضوع الاستدلال باستفتاء القلب أبدا. لهنا هذه لها ضوابط القضية، وسنأتيها إن شاء الله بالتفصيل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بنعيد، هو عد الشيء حسنا ويطلق على كل ما تميل إليه النفس. أي نفس؟ طبعا نتكلم عن النفس السوية، أما النفوس غير السوية هذا لا يعتد بميلهم ولا ببعدهم. تميل إليه النفس ويستهويه الإنسان، حسي أو معنوي. مفهوم حسي ومعنوي في الإصطلاح هو العدول. ما هو العدول؟ عدلت عن الشيء، شو معناته؟ استبدلت، عدلت عنه، لأنه العدل يأتي بأكثر من معنى. العدول عن دليل إلى العمل بدليل آخر أقوى منه. العدول عن دليل إلى دليل آخر. إذن هنا أصبح في التعريف الإصطلاحي قيدوك، مش استحسان واستقباح مطلق، وإنما استحسان مقيد بماذا؟ بمصدر وتأصيل شرعي في مقاصد الشريعة. واضح؟ الآن هذا العدول قيدوه أيضا حتى لا تكون قضية الأهواء. بماذا قيدوه؟ قالوا بناء على ما ينكشف، على ما ينكشف له من تحقيق العدالة ومراعاة مقاصد الشرع والشارع. إذن الآن عم برسموا لنا إطار العمل في موضوع الاستحسان. في عندي قضايا بدي أستحسن أروح فيها بهذا الاتجاه من هذا الاتجاه، وكلا الاتجاهين فيه أدلة تؤيده، لأنه هذا الاتجاه لهذا البلد أو لهذا الزمن أو هذه الفئة من الناس فيه تحقيق مصلحة الشارع أكثر من هذا الاتجاه. وضحت الآن الصورة؟ والتنين مقبولات، لكن هذا يرى المجتهد يحقق مصلحة الله سبحانه وتعالى العامة، اللي هي التيسير ورفع الحرج مثلا. فأنت كفقيه بدك تكون، ليش قلنا الشرط الأخير من شروط المجتهد، أحكي لكهم بسرعة، أن يكون مسلما صحيح الاعتقاد، أن يكون ملما باللغة العربية، ملما، مش بيحكي عربي ولا بدندن عربي، عارف وعالم اللغة، لأن أداة النص. أن يكون عالما بعلوم القرآن، القرآن وعلوم القرآن، الحديث وعلوم الحديث، أن يكون ملما بعلم أصول الفقه، يعني الموازنة بين الأدلة، مشان يشوف
في عندي 20 دليل كيف أشتغل فيهم هذول، ممكن يكون 20 كل واحد بيحكي لك باتجاه، فلا بد يكون عندك المنهج الأصولي. والشرط السابع والأخير أن يكون ملما بأمور عصره، عارف شو في الحياة. بناء على ما ينكشف له لهذا المستحسن أو المستقبح من تحقق العدالة في هذا الاتجاه ومراعاة مقاصد الشرع. مثال كشف العورات عند زيارة الأطباء. هلأ المصلحة العامة، المقصد العام في الإسلام، الثيم الرئيسي في الإسلام ستر العورات، مش هذا هو؟ طيب إذا بنطبق المقصد العام ستر العورات، يعني ما تنكشف عورة المريض على الطبيب ستضيع مصلحة ماذا؟ المريض. مصلحة المريض هو إيش؟ التداوي والشفاء. فيستحسن في هذا الأمر ماذا؟ أن نذهب باتجاه جواز وإباحة كشف العورة عند الضرورة أمام الطبيب فقط لتحقيق مقصد الشرع، وهو حماية ماذا؟ إيش المقاصد اللي تعلمناها الخمسة؟ أول مقصد حفظ، لا حفظ النفس مقدمة على حفظ الدين. الدين بيقول أستر العورة، الآن الصحة بتقول لي لا لازم يكشف على موضع الألم أو موضع الالتهاب أو ما شابه. وإذا فهمنا مقاصد الشرع أنه في ناس لا بقول لك لا أنا مش حكشف، في ناس بقول لك لا بدي طبيبة، يعني إذا طبيب ممكن تقول لك لا أنا بدي طبيب بدي طبيبة، واضح في ناس عم بتشدد بهذا الاتجاه. بنقول لها لا إحنا أختي ماشي، إذا في طبيبة وفي طبيب والكلاهما متوفر روحي عطل ما في حرج في ذلك، ولكن لو لم يتوفر الطبيبة وفي طبيب وفي عندك مرض الإسلام يحثك على أن تذهبي، لأنه في مصلحة لماذا؟ خاصة لحياة الإنسان، والحياة مقدمة على كل شيء. إذن المصلحة العامة ستر العورة، المصلحة الخاصة هنا في موضوع كشف العورات هو جوازها، لأنه استمرار المعاناة مع المرض والألم يؤدي إلى احتمال فقد الحياة، وحفظ الحياة مقدم على ستر العورات وحفظ الدين، فيقدم هنا المصلحة العامة من باب الاستحسان. واضح إن شاء الله إخواني؟ طيب المقصد العام في الإسلام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا مقصد عام. فأنا بتيسر علي لما الدين يسمح لي أزور الطبيب والطبيب يرى ما لا يراه غير الطبيب، لأنه هذا موجود في ديننا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا في ضوابط الطبيب ماذا يرى وكيف يرى وهل يرى ما يحتاج أن يرى، هذا طبعا أمور في الجانب الميكانيكي لموضوع الرخص. واضح إن شاء الله. مثال أيضا بيع السلم، بيع السلم، وأيضا يقال عنه بيع السلف، بيع السلف. هلأ الاتجاه العام لا تبيع إلا ما تملك، ما بملكه ما ببيعه، لما أملكه ببيعه، صح ولا لا؟ لكن في بيع السلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما ستملكه بنسبة إيش الظن الغالب. أعطيك مثال، الأخ فلاح مزارع بيزرع القمح، والقمح بينضج في شهر 6، إجا أبو حسن وأبو حسن بيعرف أبو عمر بيشتري منه المحاصيل بشكل إيش دائم، يعني زباين، قال له في شهر 4 أبو عمر أجل أبو حسن، أبو حسن التاجر، أبو عمر المزارع اللي بيزرع، قال له المزارع قال للتاجر أنا محتاج كاش بشهر 4، لسه المحصول وين؟ لسه، بس المحصول مزروع، الأرض مزروعة وفي، قال له أنا بدي فلوس الآن، ومقابل الشهرين رح أنزل لك من سعر الطن من $1,000 ل$800 تحبس المصاري شهرين دون أن يستفيد منها التاجر. فتوجهوا بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ لأنه بتعارض مع شو؟ أنه لا تبيع ما لا تملك، هذا أنا لا أملك، الله أعلم تنضج ما تنضج يجي، فهمت علي؟ فأجازه بثلاث شروط. الشرط الأول قال إذا أسلمتم أو أسلفتم فأسلموا أو أسلفوا بكيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم، يعني لازم تكون الكميات والأوزان في العقد واضحة، ومتى التسليم ومتى الدفع، بحيث إذا اختل شيء في شيء بنبني عليه إحنا. والله أنا اشتريت منك 1,000 طن أنت جبت لي 800، معناته أنا بدي ترجع لي حق إيش الفرقية. الآن طبعا على هذا الاستناد أبو حسن استندوا، إذا عكسنا الموضوع إيش يعني عكسنا الموضوع؟
لأنه إذا كان الزمن اعتبر في تقليل سعر السلعة، ألا يمكن أن يعتبر أيضا الزمن في زيادة سعر السلعة؟ نعم، لأنه القيمة واحدة، قيمة الزمن. فلما تعكس الموضوع اللي هو أنا باجي بدي أشتري منك هالسلعة، أنا بأخذها هسا وبعطيك المبالغ مقسطة على سنتين على ثلاث، فأنا أخذت السلعة الآن لكن دفعت لك المال متى؟ متأخر. في حالتنا هون لا، دفع المال الآن وأخذ السلعة متأخر فنقص ثمنها، فالعكس يؤدي إلى زيادة الثمن، لأنه في كلا الأمرين الزمن له قيمة، وزي ما بيقولوا time is what is money، بس بشروط ماذا؟ الكيل المعلوم، الوزن المعلوم، الأجل المعلوم، وممكن تحط كمان قيود كثيرة، إنه اللوكيشن، وين المكان، المواصفات، المساحات، إتسترا إتسترا إتسترا. هذا أيضا من 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 أمثلة الاستحسان، لأنه في مصلحة. إيش المصلحة؟ الجزئية اللي حققناها في إجازة السلام، تيسير حياة الناس. الرجل بده كاش، ممكن ابنه بده يروح على الجامعة وبده في هذاك الوقت يدفع الأقساط، إذا ما دفع بتفوتوا ايش القبول. ممكن في يعني ايه لا، ممكن في مريض بده عملية في المستشفى. الفقه لم يأتي ليسر حياة الناس، عمل العكس، والعكس يتعارض مع المقاصد الإسلامية العامة وهي تيسير حياة البشر. زمان لما كان الناس يروح على السوق يشتري البضاعة في، يعني تمسك هاي المبلغ هاي البضاعة. اليوم كل شيء يعني في معظم المعاملات التجارية بتصير أصلا يا إما على التلفون يا إما على الإنترنت. بشتري شغلة لسه المصنع بده يصنعها، يعني هذا الشيء السائد الآن إن عدم ملكية. ولكن لا 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 أخي، شوف هذا حنأخذه الأسبوع القادم، اللي هو العرف. ما اصطلح عليه أهل البلد أو الناس وتعاملوا فيه وضبط لهم، شرع لا يتعارض مع هذا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالآن اصطلح إنه هاي المادة اللي تشتريها أنت على الإنترنت أنت محفوظ حقك فيها، ومحطوط الديسكريبشن لإلها، أنت بتقرأ شو عم تشتري. لأ، إذا ما قرأتش أنت هذا حقك وأنت تنزلت عنه، وبيعملوا لك ديليفري، فهمت علي؟ وإذا يكلم إنه ما وصلني بعطوك واحد بداله. فأنت ما في مشكلة الآن في قضية الحيازة المادية. حوزي له هو بعبارة عن إيش؟ إنه مسجل تحت اسمي بغض النظر وين هو، في مخازني في مخازنك، بس under what under my authority. فلا تضيق واسعا. تفضل سيدي. واحد ريال استيت ايجنت، بعرف واحد عنده قطعة أرض بده يبيعها، فهو حكى إنه أنا بدي أشتري قطعة الأرض، يعني أنا عندي مثلا ريال استيت ايجنت. واحد ثاني بده يشتري قطعة الأرض، فأنا بعته قطعة الأرض اللي مش لي، بناء اللي أنا مشتريها، بس أنا ما اشتريتها. سؤال سريع. هذه السمسرة، هاي بسموها السمسار. هلا إذا أنت معلن، لا مش سرسرة، سمسرة. لا والله ما قلت ذلك يعني أعتذر. هي فيها سرسرة برضه. لا الفقهاء قالوا يشترط صبرك بالله، يشترط أن تكون معلن أنت أنك تعمل هذا العمل، يكون عندك مكتب خدمات بيع الأراضي. ساعتها المشتري رقم اثنين اللي بيشتري منك عارف أنك أنت لا تملك الأرض، أنت بتصير وسيط، فلازم يعرف. وبتقول له أنا يا عمي بدبر لك إياها، وبدي إيش؟ بدي نسبة، أو أنا بدي أربح منك كذا. أما إذا أنا مش فاتح مكتب وهاي القطعة معروضة أصلا للبيع في السوق، أجي أنا أبيعه إياها وأخذ من وراه أرباح، وهذاك ما يعرفش مين اللي باع فيها غرر، فلا تجوز. لازم تكون أنت في عندك محل مكتب خدمات، بسمه مكتب خدمات العقارية. صرح يعني، قول أنا ممكن أجيب لك القطعة هاي، أنا هيك بدي أخذ نسبة كذا. ما هو إذا قال له هيك ما حيشتريها منه. هو مش تاني. يا. إذا رضي نعم. هو حر يعني. دكتور عارف إنه هذا هي أرضي أنا كأنها، بس أنا ما اشتريتها، لكن بأخذ أنا الثيرد بارتي. أنا فاهم. أنت شاطر وكذا وإلى آخره. إذا أنت بتفتح بزنس زي هلا مثلا أوبر التكنولوجي، شو بتعمل؟ هي لا تملك ولا تاكسي في البلد، صح ولا لا؟ ما تملك ولا سيارة، لكن بتقدم السيرفيس ومعلنا وهي نسبتي، فأنت واضح بالنسبة لك كرايدر، واضح بالنسبة لك كدرايفر، فهذا جاء طبعا جائز مقابل السيرفيس، لأنه عندهم سيرفيس، هو قدم الخدمة، فهمت علي؟ ففاد مين؟ فاد الرايدر والدرايفر هو استفاد، فهمت علي؟ فأنت لازم تعلن ويكون عندك ايدنتيتي، أني أنا وسيط في البيع والشراء. في
يعني تأكيد للموضوع، في ناس بشوف مثلا يا أرض يا مبنى بده يحط عليه، يعني بتفق مع صاحب بمبلغ معين 100,000، يجي بقول لك أنا بدي أبيعك إياه هذا، أنا عنده هو يعني عقد معاه يعني اتفاق أنا بدي أشتري، بقول لك بدي أبيعك إياه كذا، بدي تشتري، بس هو عامل ديل، مش إنه عامل ديل حكي لك نعم هي حكي لك إنه عامل ديل وعندي أي أوفر وبيعك إياه، بصير هذا؟ ليش لا؟ بصير إذا أنا فهمت الصورة صح، بصير إذا كان عندي وكالة. هلا البنوك الإسلامية لما تروح تشتري أنت في عمان أو في دبي شقة، البنك ما بيسجل الشقق بأسمائه، البنك بياخذ وكالة من صاحب العقار إنه يا بنك بيع لي هالبيوت. إذا أجاك زبون بدي تبيع، شو بيعمل البنك؟ بياخذ وكالة في البيع، والوكيل ينوب عن الأصيل، وهو بيعرف بقول للوكيل للموكل عفوا هاي نسبتي وهيك اللي حيصير. يعني لابد أن نطبق الشروط اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، كأي المعلوم، وزن معلوم، أجل معلوم، نسبة معلومة، كل شيء معلوم على بلاطة على بياض ممتاز. دخل فيها الغبن والغرر وعدم الوضوح بالضرورة ستؤدي إلى مشاكل في المستقبل، لأنه حيعرف، يعني حيعرف ليتر أور سونر حيعرف، فتؤدي إلى ماذا؟ الشكوك، ويصير إنه والله يحكي كلام مش ضحك علي، خدعني، أخذ مني زيادة مع أنه هي معروضة أصلاً للبيع، كان بإمكانه يدلني عليها وهكذا. أما لما أفتح بزنس ما حد له عندي يا. والله أعلم. عملية نقل الملكية بالشكل الصحيح يعني الواقعي من ألف إلى باء إلى جيم فيها مثلا حتى التاكسس يعني هتضاعف، لأن أول ملكية بدك تدفع عليها الريجستريشن يس يس أو التسجيل، نقل الملكية الثانية حيدفع لذلك بأخذ وكالة. سبحان الله الوكالة حلت المشكلة وسرعة الوكالة ورق خدمة يأخذ سامة. إخواني يعني لا يمكن أن تقوم حياة الإنسان دون وجود الوسطاء الوسطاء والمساهلين، لأنه أنا ما بعرف كل شيء، ما بنعرف كل شيء، لكن في ناس متخصصة. هلا مكتب المحاسب اللي بيعملنا الضرائب معلن، هو بيقول لك أنا أجرتي كذا، حاشتغل لك كذا، بتسلم كذا، يعني معلن وعنده مكتب وموظفين، هذا من حقه يأخذ إيش الأجر اللي بيأخذ. فهمت علي؟ نعم. مثال آخر، شيء أيضا جميل جدا راح نستغرب منه، شيء يسمى بيع الوفاء. بيع الوفاء استحسنه الفقهاء في حال وجود ضرورة له. إيش بيع الوفاء؟ بيع الوفاء بيع مع شرط إنه يبقى المبيع عند المشتري فترة ثم يسترده البائع عند يسر حاله. يعني أنا عندي سيارة مضطر لفلوس، أو عندي شقة مضطر لفلوس، بقول يا أخواني مين يشتريها مني لسنة زمان، وإن شاء الله لأني أنا هذا بيتي وبيت العيلة بدي أسترده بعد سنة. إذا بعد سنة وحط سعر البيع في السعر، يعني قيمته في بعد سنة، فإذا وافق قيمة البيع، قيمة البيع الآن لا قيمته في بعد سنة تحدد في ذلك الوقت مش مسبقا، السعر ممكن ينقص ويزيد. أفضل لك أنت الآن بتبيع، أنا ببيعك هالشقة استرده بسعر السوق، بقول لك يا أبو عمر أنا عندي شقة في عمان بدي أبيعك إياها، والله هي سعرها 20,000 دينار، بس يا ريت تخليها عندك لا تبيعها، أنا مضطر لها لفلوس، كأنه أنا برهنها، كأنها رهن، بس هي عملية بيع. فأنت من باب الكرم، من باب الأخوة المساعدة، تقول لي ولا همك يا أبو عمر، هاي 20,000 وأنا بأخذ البيت هلا خلال السنة المتفق عليها، لك أن تؤجر، لك أن تسكن، لك أن تبقيها فارغة، لك أن تفعل، لأنها ملكك، لكن أنا اشترطت عليك في هذا البيع أن لا تبيع لغيري عند مرور السنة. هلا عند حلول الحول باجي عليك بقول لك أنا جاهز، هاي المبلغ شو سعرها اليوم؟ والله سعرها زاد 2,000 بحط 2,000، سعرها نقص 2,000 وأنت رغبان في بيعها بالنقصان هذا ماشي، قلت لا والله بدي فلوسي كما هي، برضو من حقك لأنك تملك العقار. فهذا استحسنه الفقهاء عند الحاجة إليه في ظل وجود الرضا بين الطرفين. السلمنت الأولى مثلا إذا كان نص مبلغ البيت في الأول أو بغض النظر، لا هو بيع، ليس فيش تملك الشيء، تملكه على أساس أن أعطيت 20,000 بس البيت يمكن حقه 150,000. لا 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 بيع كامل، لا بيع كامل، ثمن البيت كامل، ثمن البيت كامل، هو اسمه بيع الوفاء لأنه سيوفى المال مرة أخرى لي
المشتري الأول ويعود البيت إلى البائع من باب العون، من باب العون إنه أنا بأمن لك مصلحته. هذا لا يعتبر شرط فاسد، لأنه حد من الملكية إن أنا أتصرف فيه زي ما بدي بدون قيد ولا شرط. كان في رضا، هذا معلن. في رضا بيع الوفاء طبعا. هلا بنيجي لقضية وين التعارض. الله يجزيك الخير. التعارض اللي صار بين القاعدة العامة أن المشتري حر في المشترى، يبيع يأجر يرهن يهب يتصدق، مش هيك؟ هاي العملية قيدت حرية المالك الجديد من ماذا؟ التصرف المالي في المشترى أو المبيع. العلماء قالوا استحسنوه، ذهبوا إلى هذا الاتجاه أنه ماشي بنخلي بيع الوفاء موجود لأنه بحد من حريته. إذا افترضنا أنه وافق على هذا، يعني موافقتك على هذا الأمر بالتكييف الفقهي يا أخ رياض حق تنازلت عنه بمحض إرادتي. وفي الإسلام، في الإسلام التنازل عن الحقوق بمحض الإرادة مباح، فأنت ما أجبرته ولا ألزمته، هو حق الناس. زي ما أنت مثلا بيطلع لك ميراث، والله حصتك يا فلان 15,000 دولار، جزاكم الله خير أعطوني 15، أنا متنازل عن 15 لأختي. متى بتنازل؟ بس أستلم حقي. أنا بدي هذا حق، زي ما قلنا في الأسبوع الفائت من حق المرأة إذا حبس زوجها تطلب إيش؟ قلنا في الدورة هذا حق إلها. هلا ممكن تنازل عنه تقول أنا بدي أصبر. فالحق، الحق إذا كان واضحا وكان في متناول يد وتنازلت عنه أنت محض الإرادة لا يتعارض هذا مع الإسلام بأي شيء. جميل. بس هذا ما يستطيع إنه يحكي إنه أنا بطلت بدي شيء البيت الداخلي. لا يستطيع. اسمه بيع الوفاء، بده يوفي بالشرط اللي اتفق عليه. نعم. هو بده يرجع له المبلغ. لو راح عند القاضي، القاضي بده يحكم حسب الاتفاق. حسب الاتفاق. نعم. في عقد. نعم. في عقد. نعم. في عقد. تخريج الشرعية. لسنة سنتين. يتم اتفاق على المدة، ممكن 10 سنين. إذا وافق العشر سنين ما في مشكلة. يعني ممكن تكون أنت مهاجر والبلد في سوريا أو في الأردن وأنت لا بحاجته ولا إشي، لكن ربنا فاتح عليك وبدك تساعد ابن عم إلك. يعني هذه القضايا إخوانا تطبيقها في الواقع موجود بشكل كبير جدا. قل له ماشي يا ابن عمي، هذا بيت العيلة وبيت بيكون sometimes بيكون إيش، بيت أثري وفي ريحة البلاد وذكريات. شو بتقول له؟ لا تبيعه لغريب. هاي المبلغ يا ابن عمي سجله باسمي، ولما يصير معك المبلغ رجع البيت لأولاد العيلة. هذا بصير في القرى والأرياف، إنه هاي إلها ثمن، إلها قيمة معنوية، مش أي بيت ولا أي قطعة أرض ولا أي شيء. يعني هي تشبه الرهن بس تختلف عن الرهن. لا هي ليست رهن، لأنه الرهن في 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 نعم لا هو عقد بيع. عقد بيع. تختلف رهن. نعم عقد بيع. هل الرهن حلال في الإسلام؟ يعني يجوز؟ طبعا حلال. ممكن. يعني. طبعا حلال. بس الرهن اللي بقوله. بس مش مراهنات، مش كان الرهن وليس المراهنة. يعني أنت مثلا بدك تحتاج لمبلغ. فعندك قطعة مثلا أثرية أو عندك شيء بترهنها. نعم. وتأخذ قسم من الربح، بس فيها شرط إنه بعدها إذا أنت ما رجعتها ممكن القطعة تروح. يعني طبعا إلي حق، إلي الحق عند حلول الحول أن أطالبك بالمال. قلت والله أنا ما عندي، لأن أنت صاحب الحق، إما بتمدد أو بتقول لا والله أنا بدي أبيع القطعة وأسترد حقي وأعطيك الزيادة إذا في زيادة، أو إذا القطعة ما بتجيب حقي ضل في ذمتك المتبقي. نعم يحق لك شرعا وما في عليها أي يعني تشعر إنه والله في الجلتي إن لا هذا حق. طيب إذا فهمنا الآن الأمثلة وطبقناها على واقعنا وقلنا إنه الاستحسان هي عم بيؤدي إلى تحقيق مصالح الناس بطريقة منضبطة. أهم شيء إنه في انضباط وفي عدم تصادم مع النصوص الشرعية والقواعد الأصولية. تفضل. ممكن نطبق الاستحسان في رؤية رمضان، بداية رمضان والهلال. المرجوح، الرأي المرجوح قد يتحول إلى رأي راجح عند الضرورة وعند رؤية إن المصلحة أن يطبق الرأي المرجوح. هلأ الكالكوليشن رأي مرجوح والرأي الراجح الرؤية، لكن في حال وجودنا في الغرب هنا وأن حياتنا قائمة على المواعيد وعلى المواعيد المسبقة وعلى ضبط الإجازات والعطل، وكمان أمر آخر بخوف أكتر النيو جينيريشن مش فاهمين علينا شو يعني أنت مخربط لي مرة بدك تستنى آخر يوم مشان تحدد إجازتي، ففي عندهم مشاكل أولادنا وبناتنا والهذا، فتصبح المرجوح له الكالكوليشن راجحة على الرؤية لأنه عامل الانضباطية فيها أكبر بكثير من عامل الرؤية.
هذا تطبيق على الاستحسان والإيش هو لا شك ممكن نقول مصلحة لأنه فيها نصوص فيها نصوص واضحة في موضوع الرؤية. فاقدروا له إيش يعني فاقدروا يعني التقدير بده حسابات. الحسن والقبيح يعني الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع أليس كذلك؟ الحسن والقبيح غير عن الاستحسان الأشياء. الحسن والقبيح لذاته إحنا هون نستحسن الشيء للحاجة إليه هو مش قبيح يعني موضوع الكالكوليشن مش قبيحة الحسابات ليست قبيحة لكن نحن نستحسنها لأنه في مصلحة من وراء هذا الأمر مغلبة على مصلحة استخدام المون سايتينج. زي كلمة اللي هي مثلا في هل عندك أنت ذبيحة أو حلال؟ وكأن يعني بيهم لك كأنه الذبيحة مش حلال، الحلال مش ذبيحة أو لا تؤكل. هذا جاهل أخي. احنا ما عندنا في الفقه هذا التناقض، عندنا ميتة ولا ذبيحة. احنا الحرم علينا ماذا؟ ميتة. لأن الذبيحة مين ذبحها هذا موضوع آخر بس هي مذبوحة. فهمت علي؟ الفرق بين الاستحسان والترجيح يقول رجحه يعني رجح أمر على الأمر هل هو استحسان؟ لا الترجيح ما له علاقة. الترجيح ممكن أرجح دليلين من نصين من القرآن الكريم في نص يقول كذا ونص نرجح نص على نص أو رأي على رأي. لا ترجيح ترجيح ميكانيكية الترجيح بتكون دائما في الدليل نفسه دليل الأقوى. ميكانيكية الاستحسان وين تحقيق المصلحة للجهة اللي أنا بشتغل عليها. الاستحسان إخواني له علاقة بالتاريخ والجغرافيا. الترجيح عام ما يرجح في الأردن يرجح في سوريا في باريس في أمريكا. أما الاستحسان لا هو فقه مرحلي واقعي في زمن معين في بيئة معينة قد لا يصلح لبيئة أخرى وفي زمن آخر. نعم واضح إن شاء الله. تسأل حد مش من نفس البلد تتصل بالأردن تقول لهم عندي قضية هو لا هذا خطأ نعم يعني كل بلد على طول هو بقول لك يا عمي اسأل الإمام اللي عندك إذا كان هو إنسان متعلم. نعم ما مش فاهم بدخلك بالكلام. نعم يس مزبوط لأنه أنا لا أعرف. إحنا أول ما من ندرس الفقه أول حصة بيجي أستاذ بقول له الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا فقد التصور كيف يحكم على الشيء. فإذا إنسان ما عاش في الغرب كيف بده يتصور حياة الغرب يجي ينزل الفقه على حياة ما بزبط مستحيل يزبط. لكن احنا كفكر إسلامي المسلم أينما يوجد ينبت وإذا أنبت أزهر وإذا أزهر أثمر هكذا الأصل. هذه أرض الله عز وجل فما في أرض والله للمصلحة. الآن نأخذ طبيعة الاستحسان هيك نلقي نظرة على طبيعة الاستحسان يعني كأنه بدنا نعمل تأصيل أو ترتيب له فكرة الاستحسان. أول طبيعة في الاستحسان وجود قاعدة عامة تتبادر إلى الذهن عند التفكير في الحكم الشرعي لمسألة من المسائل. لازم يكون في قاعدة عامة موجودة يعني أنا إلي مرجعية في قضية كشف العورات. ما هي المرجعية في كشف العورات؟ لا إنه في ستر العورة هاي المرجعية. الآن الاستحسان بدي أخرج من هذا لشيء آخر برضو إله قاعدة شرعية لكن أنا بدي أنقل من هاي الكاتيجوري لهاي الكاتيجوري إنه فيه هون مصلحة أفضل أظهر لي إنه هاي المصلحة هون بتكون أحسن. هاي قضية الاستحسان. أنا مش عم بجيب شيء من برا كأني أنا بعيد ترتيب أماكن الأشياء ضمن الشارت اللي بيكون موجود هاي بيلوم لهاي القاعدة لهاي القاعدة لهاي القاعدة. إذن لازم يكون في أصل شرعي أنا ببني عليه. طبيعة ثانية نعم يستشعر الفقيه أن تطبيق هذه القاعدة بخصوص حالة معينة أمر لا يحقق المصلحة المقصودة من هذه القاعدة فيضطر إلى الخروج إلى ماذا؟ إلى قاعدة أخرى على سبيل الاستثناء. يعني لازم يكون عنده إدراك اللي بدي يحمل في الاستحسان إنه أنا بدي أشوف وين المصلحة تتحقق أكثر وين المصلحة تتحقق أكثر أو وين مقصد الشارع بتحقق أكثر. إذا قلت ما تبيني عورتك ولا إذا قلت لا روحي على الطبيب مشان يداويك لأنه عندك أسرة وأولاد وحياة وانتي منتجة وبدنا اياك تكوني موجودة. والإنسان المسلم لابد أن يكون إنسان إيجابي فهو بيجي يشوف وين المصلحة ويحرك الحكم الشرعي حسب وين المصلحة بتكون أظهر في النظرة والتطبيق والأثر العائد على الأفراد. هي تيجي من باب الضرورة بحل محظورات؟ لا ممكن يكون ما في ضرورة مش شرطنا والله ما هو ما معنى الضرورة. الضرورة هي إما أن أموت
أو أنا أفعل الحرام، هاي الضرورة. شيء حرام واضح. هاي الضرورة. الضرورة بنقول والله أنا ما في مي أشرب وبدي أموت من العطش، لكن في خمر. الآن بقول لك تعال اشرب مشان تحمي حياتك. ولذلك لما قلنا الحياة أولا، الدين بقول لك حرام بس الحياة حتروح، لا حفظوا الحياة أولى. أما في الاستحسان ممكن تكون هي مش مريضة مرض موت، مريضة لكن لو ما رحت على الطبيب بالمرة ممكن بعد شهرين تطيب لحالها. فهمت علي؟ فهمت علي؟ لا، فإحنا مش نتكلم سعد، نتكلم عن وين المصلحة. المصلحة في تيسير. وين 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 تطبيق مقصد الشرع بيكون أظهر لهذه الحالة. يتضمن الاستحسان هذا العدول عن تطبيق قاعدة عامة إلى تطبيق معايير أخرى أكثر عموما أحيانا، وأبعد في الاستدعاء. إيش يعني أبعد؟ يعني بدي أغمق أكثر وأجيبها من بعيد. لكن المجتهد شو بيكون تفكيره؟ بيختلف عن تفكيري أنا وتفكيري. ليش بقول لك لازم يكون ملم بحياة العالم ومتطلبات العصر والتكنولوجيا؟ لأنه بيساعده أكثر في أنه إيش، وين أي اتجاه أروح أدور، وين أروح أنا، أروح هون أروح هون، بيكون أبعد في التفكير مننا وأعمق. لهذا بتسموها أحيانا قياس خفي. إيش يعني قياس خفي؟ أشياء خفية على من؟ على أغلب الناس، لكن على هذا الإنسان شو بيقول؟ بيكون تعمق وجابها. لما تسمع له والله it makes sense، شو هالعبقرية هاي. فهمت علي؟ نعم. الطبيعة الرابعة إخواني، يهدف هذا العدول إلى تحقيق المصلحة أو العدالة في جزئية من الجزئيات، ويستعين الفقيه بخبرته في العلم بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة لتطبيق ما يراه ملائما منها في هذه الجزئية التي ينظر فيها. إذن عم بضبطوا لنا الموضوع أنه مهما كانت الأمور لازم تستشعر أنت إيش المقاصد العامة. ما بصير تستحسن للهوى النفسي والهوى الشخصي، لا يمكن يعتبر هذا استحسان مقبول. لازم يكون بيحقق مصلحة إلها أصل في مقاصد الشريعة. لذلك دراسة مقاصد الشرع مهمة جدا. شو الإسلام بده من البشر؟ ولاحظوا أنه كل مقصد من مقاصد الشرع جاءت أحكام شرعية لتؤيده وتطبق وتحميه، أو تفرض العقوبة على من يتعدى عليه. القصاص اللي قرناه في الصلاة على الشجاع مشان يحمي إيش الحياة. فكل مقاصد الشرع، الشرع نفسه حط قوابط فقهية في تحفيز الناس لعملها أو معاقبة من يتعدى عليها. نعم. عفوا، إذا عمل الاستحسان في قضية جزئية لا تلغي الأول لا 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 إحنا ما بنلغي. لا 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 أبداً 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 أبداً. الاستحسان ليس إلغاء. قلت أنا الاستحسان عبارة عن جغرافيا وتاريخ. هون مع هاي الفئة بيصلح هذا، بس هداك يبقى على أصله، يبقى على أصل ستر العورات. ستر العورات حاجة. المغرضين بصيروا لا لا، هي منضبطة ومقتصرة إنه عند زيارة الطبيب فقط. طلعنا من عند الطبيب خلص، وقت محدود وأقل شاف الطبيب بالبرة بالشارع أو بال ما إله لا 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 في حال هو طبيب، أنا شفت طبيب. لذلك مش عليه امبارح خلاص مش مشكلة. لا 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 طبعا هاي مهمة جدا، إنه في حال الكشف بالحال حكيتها، إنه حال كونه بيكشف على المرأة مش دليل إنه نعم، أو على الرجل، ما أيضا عورة الرجل حالة كوني يكشف، هنا بيصبح إيش المصلحة الجزئية. خلص الكشف انتهى، ترجع إلى أصل العام وهو ستر العورات. وضحت هاي النقطة. أشكرك على المداخلة. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه رفض الاستحسان وبهاي الطريقة. إنه طبعا إيش اللي رفضه الإمام الشافعي؟ أكيد الإمام الشافعي كان فاهم، مش زي ما بيبرروا الناس لا هو ما كانش فاهم كان بيقصد هيك. لا، الإمام الشافعي يعني كان فاهم، فقال هو بيقول رأيه أنا برفض هذا الموضوع، ما بدي أسميه استحسان. هو ما رفض الفكرة، رفض التسميات. هلأ الإمام الشافعي ما هو يعمل إنه الطبيب يحق له أن يرى عورة المريض للضرورة أو للمصلحة، بس ما حب يسميها الاستحسان، لأنه بيقول هو من استحسن فقد شرع، وهو تلذذ وتشهي. هو كان نظرته عميقة، خشية أن تفقد القضية ضابطها فتصبح بالتلذذ والتشهي. كل واحد استحسن شيء شو يقول له ما هو هذا في مصلحة، فحب أنه يضبط الموضوع. قال لا، ما بدي هذا الإشي من أصله. لذلك الإمام الشافعي معروف عنه بجرأته بمخالفة الناس، يعني علماء. يعني مثلا الإمام الشافعي خالف شيخه الإمام مالك في عمل أهل المدينة،
الإمام مالك عمل أهل المدينة ماله مصدر مصادر التشريع، وعنده أدلته. المالكية كلهم بيعتمدوا إنه لأنه ذو أقرب الناس إلى رسول الله ومتوارثين الأعمال، أب أبا عن أب وكابر عن كابر، فعمل أهل المدينة يعتبر دليل شرعي. تلميذ الإمام مالك الإمام الشافعي قالوا لا، لأنه الصحابة مش كلهم ضلوا بالمدينة، الصحابة انتشروا في بقاع الأرض كلها، ومش بالضرورة يكون الصحابي اللي طبق في المدينة هو هذا الرأي فقط اللي كان موجود أو اللي سمعه من النبي في صحابة آخرين، فرفض. وهكذا طبعا ما دخل في الموضوع يعني هذا الإشي نزلوا في مصادر أخرى، في قوالب أخرى، نزلوا في قضية المصلحة المرسلة أو المصالح أو الضرورات أو الحاجات. حنيجي إن شاء الله في المستقبل نشرح إيش الحاجيات وإيش الضرورات وإيش الكماليات. والإمام الشافعي بدع ووضح في موضوع هذا الأمر في كتاب الرسالة، يعني من بيقول لك والله ما كانش فاهم إيش بضحك، لا هو كان فاهم ومدرك، لكن كان بعيد النظر إنه بدوش الأمور تطلع إلى منحى، لأنه الخوف إخواني إنه السلطة تأخذ هذا في يدها، هذا اللي كان خايف من الإمام الشافعي. فلهذا ضبط الأمر وقال لا، خلينا في الأمور الأوضح ونسميها بمسمياتها الأخرى. أنواع الاستحسان ونختم بها إن شاء الله معي 9 دقائق. قالوا الاستحسان بالنص، في نصين بأخذ نص بستحسن إنه هذا النص يكون دليل للعملية، مثل القاعدة العامة تقول لا يصح بيع المعدوم، لا يصح بيع المعدوم. شو المعدوم؟ اللي مش موجود، لكن يستثنى منه الحكم بجواز بيع السلم، لأنه في نص، في نص من أسلف فليسلف في بيع وزن وكال وأمد معلوم. فالنص هذا استحسنت العملية اللي بوجود النص، سميه اجتهاد. الإمام الشافعي كان بده التسميات تختلف، لأنه كلمة استحسان قد يختلط فيها الأمر يعني بموضوع التلذذ والشهوة وحب السيطرة. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، يعني يكون في إجماع على قضية وفي إجماع على قضية أخرى. أنا بروح على الإجماع اللي هون بحقق المصلحة أكثر في بيئة معينة، مثل عقد الاستصناع. إيش الاستصناع؟ هو عقد على معدوم، أنا بعقد معك عقد تصنع لي 1000 كاسة شاي وهي بعطيك المبلغ، وين الكاسة الشاي؟ مش مصنوعة لسه، معدومة، لكن أنا اتفقت معك. فهذا الاتفاق أجمع العلماء على جوازه، خلافا للقاعدة تقول لا يجوز بيع المعدوم، هو بحكم الموجود لكن الآن مش موجود، بس بحكم أنه في مصانع، في عندك خط إنتاج، أنا شايف مش عم بشتري وهم، أنا جاي على المصنع وشايف إنتاجك وشايف المواكل والمحلات وشايف البرودكت نيم في السوق، فالأمر أصبح مش معدوم إنما قادم في الطريق. في البترول الآن يباع في الأرض، ما هو معدوم بيكون، يعني الناس تشتري production of marsh، الناس تشتري production of air. بس أنت تشتري من مين؟ تشتري من مين؟ من 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 بلاد أو شركات معروفة في السوق وعم بتبيع ومنتجها موجود، محلاتها موجودة وكل شيء موجود. صح المادة الآن مش طالعة، بس أغلب الظن أنها طالعة، فأنت ما تشتري من 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 أشخاص وهميين وما إلهم وجود ولا إلهم كينوع. طيب الاستحسان للضرورة، الاستحسان للضرورة اللي حكاها أخونا، الباعث على هذا الأمر هو الضرورة، في ضرورة، وهنا بتيجي للجغرافيا. الضرورة وين؟ في أي بلد؟ مع مين؟ طلاب، عاملين، عاملات، إلى آخره. مثل جواز بيع الوفاء اللي قلناه، وذلك لحاجة الناس له. الاستحسان للمصلحة، مثل تضمين الصناع، تتذكروها اللي قلناها، في مصلحة الآن اللي حفظ مين؟ حقوق البشر. مش أي واحد بيفتح إنه حداد بيفهم بالحدادة، ولا أي واحد بيفتح محل خياط يصير خياط يأخذ أوعي الناس يتعلم فينا، مش هيك؟ يتعلم، لا بده يضمن المصلحة حتى أضبط حقوق الناس وما تصير فوضى، بدي أضمنه للمصلحة. نعم، هيك بنكون ختمنا موضوع الاستحسان. باقي 5 دقائق ممكن نفتح باب النقاش إن شاء الله. جزاكم الله خير والسلام عليكم.